السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتي الوطنية، وأهلا بكم في مستهل حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الحدث الأبرز. في خرجة إعلامية له قال المحامي الموريتاني السيد المختار والسيد الناشط في حركة النصرة، قال إن المحكمة العليا قامت بمبالغة كبيرة في ملف المسيء والمخاطر، وأوضح أن المحكمة العليا في تحرير قرارها أمس نفت تهمة الزندقة على والمخاطر. قضايا كثيرة في هذا الموضوع سنثيرها بإذن الله من خلال هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامج الحدث الأبرز، معي في الاستديو المحامي سيد المختار. أهلا بك سيد المحامي. يعني بداية، شنو هو اللي حدث بالضبط في قضية في المحكمة يوم أمس؟ إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آل بيته الشرفاء الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما وقع للأسف، صدق الله العظيم، ما وقع، تعبيركم كان نوعا ما ملطفا، كان أديبا. التعبير المناسب بالنسبة لي هو أن ما حدث هو مؤامرة بجميع المعايير، والمؤامرة صادرة عن من؟ صادرة عن أعلى مؤسسة، عن قمة الهرم القضائي، المحكمة العليا، التي منذ الثورة الفرنسية يسميها أحد فقهاء القانون الفرنسي وهو بورتاليس يسميها لافانغارد، مثلا هي مقدمة آخر حرسي للشرعية، الحماية الشرعية. ومع ذلك المؤامرة وجهها يظهر في أن المحكمة العليا تعاملت مع الملف بنفس الطريقة التي تعاملت بها محكمة الاستئناف، وتشم من هذا التعامل رائحة أمنية، كأن هنالك جهة ما قررت. يعني ما الفائدة لهذه الجهة الأمنية اللي تتهم؟ ونقول لك شوف، هي المحكمة العليا كانت ستصدر حكمها يوم الثلاثاء الشهير، لكن بما أن الشعب رابط أمام ساحة المحكمة بمئات الألوف ولم تفلح معه مسيلات الدموع وللقوة المفرطة، هنالك نساء فقدوا أرحامهم، هنالك رجال فقدوا، يعني خرج المجتمع. إذن هذا فرض على المحكمة أن تؤجل القضية، وأنا حينها وقفت بين الجموع، استحضرت حقيقة الواقع وقلت للناس إن المحكمة العليا تحاول أن تكسب الوقت حتى تعطي لجهة ما الفرصة للضغط برؤساء شيوخ القبائل او بالاحزاب او بالمال او بوسائل الضغط المعهوده على الطريقه الموريتانيه لتنسي الشعب ارضاء نبيه صلى الله عليه وسلم. كان جزء من هذه المؤامره، طبعا وصلهم الخطاب اننا طلبنا كمنسقيه للنصره، او طلبت على الاقل كمحامي من الجماهير، ان تبقى في ساحه المطار اذا لم تصدر المحكمه العليا الحكم الذي يناسبنا. وطبعا هذا الخطاب وصل الى الوزير الاول، الى الحكومه. يبدو ان الحكومه تعاملت مع النيابه العامه ومع المحكمه. اذا المتهم عندكم هون منه؟ المشكله ما هو، انا كنت باقي نقول لك المعامله تظهر فاش قضيه، ما هو المتهم. شوف، في القانون المحكمه حينما تصدر حكم تقول قررت المحكمة قبول الطعن شكلا، تقدر الشكل أولا ثم بعد ذلك تصل إلى الأصل. محكمة الاستئناف في قضية المخطير والمحكمة العليا في قضية المخطير لا يتكلمان عن الشكل، والقانون يقول إن كل محكمة يجب عليها أن تبدأ بالشكل قبل الأصل. هذه هي رائحة المؤامرة. ثم ثانيا، في حكم المحكمة العليا تجد تزوير معنوي لا غبار عليه، بينما المحكمة يفترض أنها هي الحامية من جرائم الثقة العامة، بينما في هذا الحكم هنالك تزوير لا غبار عليه. مثلا هناك من أقدم المحامين الذين تحدثوا في القضية العميد المختار والليلي، امتنعت المحكمة عن ذكر اسمه. هناك محامي شهير آخر وقاضي سابق وفقيه هو العميد عبد الله بن الرقال، قررت المحكمة لا تذكر اسمه. شخص المتواضع كنت حاضرا ورافعته، ومع ذلك المحكمة لا تريد أن تذكر إلا محاميين. نعم سيد المحامي، السؤال المطروح: لماذا عدم الأمانة حتى في سرد الوقائع؟ جيد. ثم ثانيا، اسمح لي حتى أبين لك مظاهر التزوير. ياكن نوصل أنا من المواضيع. أنا من المواضيع اللي قدم لك مظاهر التزوير. أنتم قلتم. القضية ما أقول لي أنا، اسمح لي. شوف أنا جاي، أنا اللي نقول أنا اللي ظهر لي. حتى عنديش من المواضيع. والله أيوة، حني بعد نوفا باطل من فكرة. باختصار تفضل. أنا اللي أحتبق قاعد نسكت. أنا اللي قاعد أتكلم وعيط. اسمح لي. إلى عاد أنا اللي نقول لك ظهر لي، اسمح لي.
حتى انا عندي شمل الاسئله نختار نطرح. والله هي خليني انا بعد اسمي الفكره. تفضلوا باختصار. حتى انا ما نمشي فكرتي. المهم انه ما خارج حكم صادر عن محكمة دنيا وغير المحكمة العليا يمتنع عن ذكر تقرير المستشار المقرر، هذا ما خالف، ما هو خالف. واذا جميع اللي ينقال له مثلا الشروط الشكلية حتى التزوير كان حتى على مستوى ذكر نائب المدعي العام، هون ذكر للقاضي الفاضل واللي ندق جلي انه نائب المدعي العام في القضية على مع انه لا علاقة له بالموضوع، هنالك نائب مدعي عام اخر هو الذي كان حاضر. اذا جميع الاشكال تم تجاهلها. طبعا اذا هذا كلامك هذا اللي نفهم منه عن فهم مثلا بعض من المحامين في القضية قصروا. لا انا ما انا ماني ما بالكتب ما قلتوا انا بالنسبة لي انا شخصية وقفت معاها انا بالنسبه لي انا قلت لك اني ماني وحدي، لا انا ذكرت لك يعني جزء قلت عن مزال وحدين فم فم وحدين فم محامين وهم اصغر المحامين هم اللي تذكر المحكمه، وهذا مو طبيعي. المحكمه ما حدك تذكر زيد وعمر من المحامين الشباب، لماذا تهضمي حقوق هذا المحامين الشوابي اللي رافع فرصته في الوقت اللي قوانين المحاماه تقول المحامي الاقدم هو الاول يذكر؟ ذلك شنو مصلحتك في تهضمي هذا في القانون وفي الشريعه ينقال له هضم حقوق الدفاع، ليش تهضمي حقوق الناس؟ علاش ما انا نعرف السبب بلي هذا المحامين القدماء بحكم التجربه بحكم مستواهم الفني العلمي هي ما تقدر ترد على استدلالهم القانوني، بالتالي اختارت حتى بما فيه محامي ذا مؤامره ثانيه اخطر من هذا. محمد الاستاذ محمد الاموين معروف انه محامي الدفاع وحضر وتكلم واطال، المحكمه العليا لم تذكر اسمه بشطر الكلمه. لماذا برايك؟ ما هي تريد على كل حال انا شو من هذا رايح تمام، شوف نكون واضحين. هذا المجلس على القضاء الاخير وعدل بحضور الرئيس وراي متكلم على الاعلام وحول احد المستشارين اللي هو اللي قالوا سيدي يحيى اللي موصل وزاره العدل، قالوا لا سيدي يحيى راه هو اللي يحول راه هي التشكيله لا تخسر ولا تواجه هم الروايبان وعجلان عليه. قبضوا عادوا يزوروا جديبيان يزوروا اللي نقرا له الرئيس في المجلس على القضاء وزملاء القضاء الحاضرين اقول غير انقبض سيدي يحيى الكامو ومشي نائب المدعي العام اسمح لي مدار التشكيل واضح هذا كتبه الاستاذ محمد الموين نفسه على صفحته. جيد واضح معناها ان فهم زين ايوه زين. انت بوصفكم محامي الدفاع محامي في القضيه محامي الجناب النبوي الشريف، يعني شنو الدور اللي مثلا البعض يلاحظ بان مثلا اكثر خرجاتكم الاعلاميه في الموضوع من القيام بالدور القانوني اللي يعني مثلا شنو دوركم انتم؟ شوف حد هذه يقولوه بعض الناس اللي ما تقدر تقول يكون في الخبر ما عنده مثقال لا رد شرف ولا صدق ولا تقدر تقول الفو. انا وغيبت على مستوى محكمه الاستئناف به اللي ما قدر نعود حاضر، اللي نعود حاضر ما يخلق له الحكومه المغيبه واضح لي. شوف وزاره الدفاع وزاره العدل اللي هو المدعي العام لماذا تغيبك بما انك ماشي في دور قانوني؟ شوف الدور اللي تعب المحامين الثاني ما قدر يصلح فيه يلو حضرت انا نقول لهم الخلطه هذه مؤامره به اللي قضيه عبد الرسول ما تقدر تنعرض نفس النهار ويحكم فيها نفس النهار، هذا ما قطخ لك، هذا ما يعدل في القضايا اللي فيهم مقويلات اصلا ما لي نسكت. الثانيه ام اللي نحضر انا مجيبه محامين التوانسه، انا خريج من تونس، التوانسه كانوا معاهم عودوا قدامهم كاملة اصلا ما لي تعود به الحال. ثالثا يلو حضرت انا على الاقل نقولها حنتالم نقول الراي العام عكس اللي فوت الراي العام وانا نفسي سنوات من تشتر ناس بتقول انه ولا مخيطير انه معدوم من محكمه الاستئناف، هذا كذب. ثالثا انا لو اتحضر العود اطعنت هذا المحامي اللي تراعي فيهم واحدين منهم ما طعنوا كاع اذا انت مغيب عن القضيه؟ لا انا ذيك الساعه وغيبت عنها يا اخي، انا عدل من علمت جيت المحكمه العليا عدلت معارضه وعندي مقدمه مذكره عن طريق الاستاذ محمد الامين الخيري وموجوده في ملف في المحكمه العليا ووقفت ورافعت بحضور الناس يقر المحكمه العليا ما تقدر تذكر اسمي الا ما تقدر كيف زملائي كيف المختار والليلي اللي معروف شنو اللي يعني عميد عبد الله والرقادي مثل اتحاد العلماء والائمه لنصره نبي الامه وقاضي متقاعد قديم ومثلا شيخ ومعروف كيف المختار والليلي؟ هذا كان العقاريه ما هي مستعده تذكر هي المحكمه الاول شمال من رايح تلم الدور حتى تدخل على مستوى النصره ومكوناتها الدور تفرقهم بسط اللي في هذا الطرح اللي طرحته انتم تبقى المحكمه العليا من خلال تحريرها لقرارها تقول راه بالكم سيد المختار ما هو في القضيه لياك وتقول المختار والليلي ما هو في القضيه. سيد المحامي حتى شوفني بجيب تقرير تجبرها شاده حتى اخبار اسامي القبائل الفقهاء حتى النسيج الاجتماعي رغم انها محكمه عليا داخل يعني البعض يقول بان مثلا قد تكون لكم فهم سبب لكم هذا التفريق غارك اللي في جمهور النصره. لا شوف انا ماني جاي لي مثلا بين الفم الشيء. لا نعم احنا نتكلم على الموضوع احنا شوف عودوا نزيهين اسمح لي اسمح لي شوف انا ماني مؤسسه محترمه ونزيهين محترمه بعد محترمه بعد شوف انا جاي لك نعلق معاكم على حكم قرار قضائي
ماني جاي لك. هذه المواضيع احنا في المقدمه كيف سمعتوا عنها لا نناقشوا قضيه ولم خيطير ولا ما ناقشتوا هي قضيه لا منها انا عندي قضيه هاي لا منها اسمح لي عاد معيط لي انا لانك لا تشد معي اخبار غسيل هذا متعلق بالنص ما فهم ما فهم شوف شوف اسمع شوف المسلمين ينقادوا بالفاظهم انا تفاوضت معكم على التعليق على الحكم شوف احنا معيطينك شوف انا هو مقدم البرنامج حني مقدم البرنامج وطرحت عليك السؤال تكلمت انا معاه اذا السؤال اسمح لي نقول نعلق شوف اولا اولا احنا مؤسسه محترمه اذا بعد ما هو مهنيه مهنيه بعد مهنيه بعد خلينا الصدق انا تعاملت معاكم على التعليق على القرار تعليق على القرار نحن هذا لا لا موضوع القرار هي نصره ما تتعلق بقضيه الموسي لعتها مكني ما نقول اللي يخليك في القرار اسمح لي نمشي انا قولوا بعد لكن انا عندي اسئله نفس الموضوع الله يخليني نقول الفكره انا ماني قابل انت باقي تسولني عن خالتي نقولها لك قال اسمح لي اسمح لي نقول قرار سيدي المحامي ياك ما نفوت الوقت في هذا السجال اسمع ما هو سجال انا شخصيا انسان حر جاي معاكم على طريقه تحملوا معي بها حتى نحن مؤسسه وعيطنا لك من اجل الموضوع انا ما انكم عيطين لي اسمح لي انا اتصلت مع مديركم على ان نناقشوا هذا التعليق والناس تنقاد بلسنتها انا ما انكذب شوف شوف نحن مؤسسه مدلل اختيارك تسحب اللي قلت ذاك شوف مؤسسه محترمه لا لا انا ما معي شوف انا تو ماني قلت لكم شيء مؤسسه واخيرا تبيكم انا بقيت مؤسسه محترمه وعيطنا لك من اجل نقاش الموضوع نتمنى ان شاء الله انك موضوع راعي تريد بوسم نقاش موضوع راعي يعني انت السؤال ما انا جاوب عليه نجاوب بعد عليه قال سبق انا اللي جايبني سبق انا التعليق على القرار نعلق على القرار هذا هو اللي جايبه تفضل عندك دقيقه علق على ما نضغط يعني ما نضغط شوف اسمح لي ما سلك في حرف انا اكثر يفيدك علميا وفيد امه ما سل في حرف تفضل مع غسيل انا ما عندي غسيل انا صحابي حر النصرة. معبر عن اللي مثلا الموضوع هذا هذا هو هذا هو اعلام تفضل استاذ ما انا ما نس هذا الحكم انا اكثر يقدم لك شيء علمي في ذكر ما لك بقي لا يشد لك شوف النصره بخير اسمح لي ما عندي كيف يعني مصر مليون مليون اين عندنا اللي نسمعوا الحكومة التسجيلات لأن أذن السلطان طويلة قليل يبقى شوف النصرة ملايين من البشر وهذا نقوله سابقا هو الحق شوف ذم المخابرات ذم الناس اللي تدور ظهور ذم قبائل يعني الناس اسمح لي اسمح لي اسمح لي انت باطل حين تتكلم انا باطل انا لا اظلك ماشي مع هواك انت اسمح لي النصرة ما قطف تاريخ موريتانيا وقفت زايد على 700 ألف من البشر سابق ذاك اليوم شوف فيها الناس اللي ما هي متعارفه الناس اللي من جهات مختلفه فيها الناس قبضت الاخبار فيها الامن الجاي فيها انا من السن وواحدين ثانيين معايا من السن ما غريب ان يخلق فيها اختلافات قال ما هو اكبر من قدو ما هو اكبر اول اختلافات تخلق مجلس الشيوخ مع الاتحاد من اجل الجمهوريه بيناتهم خلافات وابا وصوتوا له يعطوهم الفضره هم اللي هم اللي منجحينهم يوقي يشب المواطنين المسلمين عادي نجاب اذا ما فهم شيء اكبر نعم. من قد نعم النصره مثلا بدعوا انتم لا لا اتباقي تقول انكم انتم الوطنيه عاودكم استدعوا البوده لياك هنا عيب بني انا والبوده قطنا ناصر الرسول ما نقول له ما خير ولا نرد عليه ما يقول اني انا مكسور عمر كيف ابقى هي النصره من المعروف شوف من المعروف ها النصرة فما اشخاص راني بعد انا دور هان ياك لا احترام للجمهور وما انا في الحقيقه ماني جاي غير ضامن لكني اخر مره نسل فيها حرف نجي فيها لقناه الوطنيه اللي هي سيد المحامي وتفضل حتى نكمل الفكره احنا انا مقدم البرنامج يعطيك تسمح لي نطرح اسئله لا لا مثلا ما تشيخ لي فيهم انا لا انت مقدم برنامج حرانه في الله نقول واسمح لي انت ما تعطيني خمسة ولا 10 ولا لي جاوب السؤال اسمح لي في العالم الثاني يجي محامي لا يتكلم سيد المحامي القانون اللي يعطي علم الاقل رجاء جاوب السؤال ياك شنو تعود ياك شنو تفضل نعم هذه النصرة نعم هذه النصرة فيها اشخاص اسمح لي انا مستحب هذا دور امني انا ما هو جايب لي النصرة بخير اسمع الشيخ الرضا الشريف واخير تبي احمد والبوده نعم الرجل مكوناته كامله بخير ما فهم اي مشكل النصره بخير ومتواصله ومحد القران خارج النصره دور التم خارج نتمنى ان شاء الله انكم تواصلوا معنا الحلقه تفضل. يعني سؤال النصره مثلا البعض يرى ان فهم فيها خلافات خلافات البعض يتهمكم عنكم مثلا عندكم فيش دور رايكم فيها هي النصره لا من اجل شوف شوف مثلا قايمه كامله من اجل دور تطبيق الشريعة على المسيء يعني كنا للمجتمع المسلم هذا ما هو النصرة معنا تفضل هذا اللي الله عليك شوف النصرة مازال القرآن موجود دور تم النصرة خالك أعلن 700 ألف من البشر يخلق خلاف بين اثنين من هذا ما هو أكبر من هذا أحد يقال النصرة تكد أن تنموت أنا وما حد دور تم القرآن خالك والنصرة مستمر جيد واضح واصل الموضوع هذا القرار يعني شنو الخطوه اللي عندكم اللي تقوموا بها القرار ما قلقت اني كنت جايب لك شيء علمي ما الدور يعني تفضل تفضل في الثاني ما ان شاء الله عندكم تواصلوا فيه لا لا ما عندي له شيء فديتو جايب لك شيء علمي لا عندك سؤال ثاني من هذا اللي باسس ثاني والله الامور تفضل سؤال انا كنت المشاهدين الكرام مشاهدي قناه الوطنيه سنضطر لقطع هذه الحلقه
مع المحامي سيد المختار، وإلى ذلك الحين ألتقي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.